بسم الله الرحمن الرحيم. لحل مشكلة كسر درج التابلو لرونو لوجان كلاسيك، مفصلتين صغيرين من الداخل يتم تثبيتهم في التابلو. المفصلات دي اسمها مفصلات شريط، بتتباع بالقطعة وتتقطع بعد كده. هنعلم على المفصلات هنا، ناخد علامة الأول عشان نعرف نركب الدرج بعد كده. هنثبت الاثنين اللي جوه اللي في الدرج، اللي في الدرج اللي بره، وناخد علام بعد ما ثبتنا عشان يطلع العلام مظبوط في الجوه. نثبتها كده في مكانها كده، وناخد علام بقلم هنا وهنا وهنا وهنا. بعدين نبدا نعمل خرمين على قد المسامير اللي هنركبها، تكون مسامير صغيره. احنا عملنا الخرمين دول، نفك مسمار عادي سن صاج، بنعلم كده بالمسامير براحة عشان ما تعورش زي نفسك زيي.